وللوقوف أكثر على التخادم بين الولايات المتحدة وإيران في العراق من خلال الميليشيات الموالية لطهران والتي كشفت عنها صحيفة ذا أمريكان بروسبكت، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب الصحفي فاروق يوسف. أهلا بك سيد فاروق. بداية، أن المصالح الأمريكية في العراق متنوعة ومتشعبة، لكن ما الدور الذي تلعبه الشركات الأمريكية العاملة في المقاولات والأمن لتحقيق المصالح الأمريكية؟ أهلا بك حسنا. بالحقيقة السؤال ينبغي أن لا يسأل هذا بعد التقرير الشامل الذي قدمتموه. تفضل. ينبغي علينا دائما العودة إلى حقائق أساسية، الحقائق التي تتعلق بالوجود الأمريكي مضافا إليه الوجود الإيراني في العراق. في الحقيقة، الحقيقة الأولى اللي لازم دائما نضعها أمام أعيننا، الولايات المتحدة غزت العراق وفعلت ما فعلت وشنت حروب صغيرة وارتكبت كثير من الجرائم ضد الإنسانية، ليس من أجل مصلحة العراقيين بل من أجل مصالحها. لا توجد أي مصلحة للعراقيين فيما حدث على الإطلاق. لذلك ينبغي أن لا ننسى أن للولايات المتحدة مصالح لم تفقدها بخروج قواتها من العراق عام 2011 على الإطلاق، هي مصالح أبدية، مصالح موجودة وقائمة. الحقيقة الثانية التي يجب أن نتذكرها دائما أن الولايات المتحدة سلمت العراق لإيران، هذا ما يقال، ولكنها لم تسلمه مجانا على الإطلاق، على الإطلاق سلمته بشروط، ومن ضمن هذه الشروط واحد مهم جدا اللي هو يتعلق بحماية المصالح الأمريكية. هذه الحماية، أما أن تتم بشكل مباشر وهو ما يحدث الآن من خلال الشركات الأمنية الأمريكية أو عن طريق الحماية المضللة، بمعنى أن كل حديث عن استهداف المصالح الأمريكية في العراق هو حديث مضلل. لأن ما نعرفه حتى الآن أن الميليشيات من دون تسمية طبعا لأنها كلها تنتمي إلى الحشد الشعبي. كلها تنتمي إلى الحشد الشعبي، بمعنى أن الحشد الشعبي حين يستهدف مثلا السفارة الأمريكية أو محيطها أو يستهدف القوات الأمريكية الموجودة داخل قواعد عراقية وليس داخل قواعد أمريكية، وهناك فرق. هذه بالحقيقة ليست مصالح أمريكية، إنها مصالح، إنها شيء آخر. يعني أنت تضرب السفارة، أنت ضربت الدبلوماسية في العراق وليست المصلحة الأمريكية، ضربت المعلمين الأمريكان داخل القواعد العراقية. ولم تضرب القواعد الأمريكية المنتشرة في العراق. دعنا نذهب إلى سؤال آخر سيد فاروق. يعني مجلة The American Prospect كشفت عن وثائق مسربة قالت إنها تثبت قيام شركات أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تعمل في العراق بالتعامل مع الميليشيات المسمى بفرق الموت المدعومة من إيران. كيف تقرأ مثل هذه التسريبات وما كشفته من علاقة؟ في الحقيقة تسريبات متأخرة جدا ولسنوات طويلة، يعني هي كانت دائما الشركات الأمريكية موجودة في الأماكن التي يتعرض سكانها للمذابح من قبل الميليشيات التابعة للحشد الشعبي، كانت موجودة، أمريكا دائما كانت موجودة. الكثير من المدن تعرضت للنهب والسلب والقوات الأمريكية أو ما ينوب عن القوات الأمريكية، أي الشركات الأمنية كانت موجودة تحت أنظارها تحدث الجرائم. فهذا التقرير بالحقيقة جاء متأخرا جدا ولا قيمة له، لأنه لا يكشف عن حقيقة خافية عن الجميع. إنها حقيقة موجودة، كل الناس تعرف هذا. طيب، أن الولايات المتحدة موجودة والبلد والعراق تحت السيطرة. العراق تحت السيطرة، بمعنى دولته وحكومته وثروته والقوات النظامية والقوات غير النظامية هي تحت السيطرة الأمريكية.
نكتفي بهذا القدر. نعم اسمح لنا أن نكتفي بهذا القدر. الكاتب الصحفي فاروق يوسف كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.